للحديث عن المأمول من حكومة نجيب ميقاتي في ظل حديثه عن تفاهمات السياسيين واستمرار التدهور الاقتصادي في لبنان، معنا من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا بك سيد فرانكو. يعني بداية، بعد هذه الولادة العسيرة للحكومة في لبنان، على ماذا تستند حكومة ميقاتي بقيادة لبنان إلى الاستقرار؟ تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني مثل ما ذكر تقريركم وهو محق، أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الحكومة، والتحدي الأول والأكبر، هو الوصول إلى انتخابات وهي موجودة في السلطة. وهذه الحكومة المنبثقة من السلطة وهي من ضلع السلطة أتت فقط لحماية موطأ قدمها في السلطة عند إجراء الانتخابات، أي أن التحدي الأول هو التحكم بالانتخابات، لأن هذه السلطة تعلم جيدا أنه إذا لم تكن موجودة في الحكم وعلى ومسيطرة هي على الانتخابات وتشرف عليها، ليس لها من حظ في النجاح وفي الفوز بهذه الانتخابات، لأن الشعب اللبناني برمته أصبح يعني ضاق ذرعا بهذه السلطة، وهو الآن متأكد بأن هذه السلطة عليها الرحيل برمتها، وليس فقط طرف سياسي من هنا أو من هناك. الشعب اللبناني أصبح على يقين بأن كل هذه الطبقة السياسية متحدة مع بعضها تتقاسم الأرزاق والأموال وتسيطر وتستولي على أموال اللبنانيين. لكن باعتقادك سيد فرانكو، يعني باعتقادك، هل تكفي تفاهمات السياسيين لإنقاذ لبنان المتدهور على جميع المستويات، إلى جانب سقوط 78 من اللبنانيين تحت خط الفقر؟ هل تكفي التفاهمات السياسية؟ بالطبع التفاهمات السياسية كما ذكرت لن تكفي سوى لتعويم هذه السلطة ولإعادة إنتاجها في الانتخابات المقبلة. ولكن هذه السلطة تعول فقط على المساعدات من الدول العربية، كما سمعنا الرئيس ميقاتي من قصر بعبدة حيث مركز رئيس الجمهورية، في خطابه دعا العرب إلى مساعدة لبنان، خطاب الشفقة والبكاء والنحيب، ودعا وأيضا إلى مساعدة اللبنانيين، لأن لبنان في وضع منها. هذا ما تعول عليه السلطة، من تعول على مساعدات تأتي من الدول العربية، تلك المساعدات لن تأتي أبدا في ظل وجود حزب الله في الحكم وعلى سبتة وعلى رأس النظام، وبالتالي الدول العربية لن تمنح هذه الحكومة أي مساعدة. والوضع سيبقى كما هو. يعني هناك حديث لحكومة ميقاتي سيد فرانكو أن حكومة ميقاتي ستقترض من صندوق النقد الدولي، هل هذه بداية مبشرة باعتقادك؟ ألا ترى أن الأزمة في لبنان أكبر من مجرد اقتراض مثلا مليارات أو مجموعة من النقود من هذا ما تعول عليه الحكومة اللبنانية؟ ربما هم يريدون الاقتراض من البنك الدولي، ولكن لا أعتقد أن البنك الدولي هو على استعداد لإقراض الدولة اللبنانية، إلا في حالات طبقت الحكومة اللبنانية الإصلاحات المنشودة من البنك الدولي، والتي أصر البنك الدولي على الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن تقوم بها. ولكن في ظل وجود هذه الطبقة الفاسدة والتي يعلم جيدا بوجودها البنك الدولي، فهناك من أمل كبير على إقراض تلك الحكومة، لأن تلك المساعدات القروض التي إن أتت فهي ستكون تحت المحاسبة الشفافة. والبنك الدولي يجب أن يعلم أين يذهب كل فلس وإلى أين وكيف يتم صرفه، وبالتالي لا نعول كثيرا على بعض القروض من البنك الدولي، لأن لبنان غارق في الديون، يعني حوالي 100 مليار دولار أمريكي أو أكثر، هي ديون لهذه الطبقة السياسية التي تتحكم بالبلاد منذ 30 عاما وحتى اليوم، وبالتالي لا يوجد مخرج ولا حتى عبر مساعدات من البنك الدولي أو قروض كما يسمون. بحسب تحليلكم يعني سيد فرانكو، كيف يمكن لحكومة نجيب ميقاتي أن تستعيد ثقة الكثير من الدول العربية، يعني لا سيما في ظل تنامي نفوذ حزب الله المرتبط بإيران؟
يعني الحزب الله هو المعضلة الكبرى في لبنان، وهو عفوا المشكلة الكبيرة التي أتت بكل الويلات على لبنان. عندما حارب حزب الله الدول العربية بكل، يعني في سوريا، في ذهب إلى سوريا وذهب إلى اليمن والبحرين وقام بكل تلك المشاغبات، الدول العربية حينها ضاقت درعا بحزب الله وأعلنت عن التوقف عن أي مساعدة قد تأتي بها لبنان إلى لبنان. الوضع في لبنان لا أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي سيقوم يعني بتعويض تلك الثقة التي فقدت من لبنان، لأن حزب الله لا يزال مسيطر وهو على لبنان، وهو يتحكم بالأمن والاقتصاد. نعم. والاقتصاد والمال السياسي، يتحكم بكل شيء حزب الله في لبنان، وبالتالي لا نعول ابدا على ان يتغير شيء بالنسبه لثقه الدول العربيه بالدوله اللبنانيه. لكن ماذا عن اللبنانيين انفسهم الذين لم يتعافوا بعد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت؟ هل تعتقد ان يرضوا بعدم تحقيق العداله والمساواه ومحاسبه المتسببين بانفجار المرفأ مثلا؟ للاسف الشديد، الطغمه الحاكمه في لبنان تتحكم دائما بالشعب اللبناني عبر إثارة النعرات الطائفية وعبر مساعدة بعضهم البعض، يتظاهرون بالخصومة السياسية والطائفية. أتكلم عن أركان السلطة، يلعبون لعبة خبيثة حيث أنهم يتظاهرون بأنهم أعداء ويهاجمون بعضهم بعض طائفيا ومذهبيا وسياسيا لكي يستعيدوا بعضا من جمهورهم الذي فقد الامل بهم. وبالتالي الشعب اللبناني للاسف يعني يضيع احيانا في هذه اللعبه التافهه التي يقوم بها الطغمه السياسيه، وهي لعبه الطائفيه السخيفه او عفوا التافهه. الى السؤال الاخير الان لكسب الوقت. نعم. السؤال الأخير الآن سيد فرانكو، يعني كيف ستتعامل حكومة ميقاتي برأيك مع استمرار أزمة سلاح حزب الله في لبنان، والذي يجمع اللبنانيون على أنه المعطل لإعادة استقرار لبنان؟ كيف ستتعامل الحكومة مع سلاح حزب الله؟ الحكومة لن تستطيع إثارة موضوع حزب الله أبدا، لأن الحكومة تتألف من 8 وزراء يخضعون يعني لحزب الله، منتمون لحزب الله، و8 وزراء من حلفاء حزب الله، و8 وزراء ممن يدعون العداء لحزب الله، ولكنهم يعني يدورون في الفلك. لن تستطيع حكومة نجيب ميقاتي القيام بأي شيء نحو سلاح حزب الله. السلاح سيستمر، وبالتالي الأمور ستبقى كما هي. هذه الحكومة هي مجرد جسر ليعبر به إلى الانتخابات المقبلة. أما بالنسبة لتحقيق إنجازات على المستوى الاقتصادي والمعيشي والمالي، فهم يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعون القيام بأي شيء، وحتى أنهم لا يريدون أن يختفي سلاح حزب الله، لأن سلاح حزب الله يحميهم. سلاح حزب الله يحمي الفساد، شاء ذلك أم أراد حزب الله. الفاسدون محميون من قبل سلاح حزب الله. من زيورخ كنت معنا عبر سكايب مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.